بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن زراعة الخيار في الأكياس، زراعة الخيار في أكياس داخل البيوت البلاستيكية أو البيوت المحمية. السؤال ده بتسأل كتير بصراحة، ويمكن في أخ من حوالي ساعة كده كلمني، فوعدته يعني أننا نعمل فيديو عن زراعة الخيار في أكياس. وزراعة الخيار في أكياس طبعا زيها زي زراعة برضو الجماعة بتوع الأسطح، ممكن يزرعوا في أكياس، ما فيش أي مشكلة خالص. تمام، هو ليه بنلجأ للزراعة في أكياس؟ ده سؤال مهم. احنا بنلجأ للزراعة في أكياس لوجود المعوقات الأرضية. المعوقات الأرضية قد تكون نماتودة مثلا في التربة بتاعتي، وأصبح العلاج بتاعها صعب أو مكلف زيادة عن اللازم، ومش هيجي بنتيجة يعني المرجو منها، يعني النتيجة 100% مش هتكون، أو إن أنا أحتاج أعقم كل سنة، ودي طبعا بتعتبر مشقة وتكلفة عالية. ممكن يكون في أعفان عندي، ممكن يكون الأرض اللي أنا استغلها دهيا في البيوت المحمية أرض صخرية أو أرض غير مناسبة من حيث الملوحة عالية فيها، أو أرض فيها طبقة جير عالية، أو أرض فيها كل المعوقات الأرضية. قس على ذلك ممكن نزرع فيها بيوت طالما تواجد عنصر المية، ممكن نزرع فيها خيار ولا أروع. وبنقول خيار الطماطم بتكون صعبة شوية، لأن الجذور بتاعت الطماطم بتكون كبيرة، وبالتالي عايزة أكياس كبيرة، وهتكون يعني فيها ممكن يلجأوا لها في الجماعة بتوع الأبحاث والكلام ده هو، واللي بتشوفه في أوروبا برضو دول ناس إمكانياتها عالية يعني، ولكن هي عايزة واحد متخصص قوي. المهم خلينا في الخيار. الخيار المجموع الجذر بتاعه بيكون صغير، ولذلك زرعته في أكياس بتكون كويسة جدا، ويعني حاجة محترمة. أنا عن نفسي بشجعها بصراحة ربنا. لو أنت عندك مثلا تمن الفدان النهاردة في مصر 500,000، ولو أرض مثلا مش كويسة مثلا أو أرض تعبانة، طالما تواجد في عنصر مية كويس واتعرضت عليك ب100,000، ممكن تشتري الفدان ب100,000 وب200,000. أرض تعبانة أنا بتكلم، ملهاش لازمة يعني، وتعمل على المشروع ده عادي خالص، ما فيش أي مشكلة خالص. المهم يعني بعد ما اخترنا، بنختار الكيس بتاعنا اللي هنحط فيه. الكيس بتاعنا بيكون يعني مناسب للجذور بتاعة الخيار، مناسب يعني ممكن من 4 لـ6 لتر يكون كويس الساعة بتاعته وماشي. هتاخده بالحجم يكون ما فيش اي مشكلة خالص. المهم الكيس اللي عندي يكون مناسب، عشان برضو في 500 مقاس موجود على الجماعة اللي بتكلموا في القصص دي، في كل واحد ليه نظرية فيها من حيث الكيس ومن حيث الاعداد التربة والكلام ده كله. فالكيس المهم يكون متناسب من 4 لـ6 لتر الساعة بتاعته، يكون أو يكون ساعة 40 × 35، أو المهم الأهم من ده كله إن الكيس بتاعك يكون مثقب. يكون مثقب ليه؟ عشان يصرف المية الزايدة عن حاجة النبات. تمام؟ ببدأ أعمل الخلطة بتاعتي، والخلطة بتاعتي لو اتفرجنا عليها يا جماعة هنلاقي مليون واحد، كل واحد بيتكلم عن خلطة معينة، وكل واحد طبعا بيتكلم عن خلطة التربة طبعا، وكل واحد بيعتبر نفسه الصح، ولكن يعني رأي خطأ يحتمل الصواب، ورأي غير صواب يحتمل الخطأ، وهي كلها اجتهادات. ما فيش حاجة يعني خطأ للآخر، وما فيش حاجة برضو صح للآخر، والاختلاف رحمة. فأنا بقول إن أنا الألف ومتين نبات ده هم، تمام، الألف ومتين نبات هنزرع العدد اللي في البيت بتاعي، 1200 نبات زيه عادي، أو 1000 نبات ما فيش أي مشكلة خالص. الألف نبات ده هم هيحتاجوا لحوالي 10 متر مكعب، 10 متر مكعب سماد رملة، 10 متر مكعب رمل. تمام، نحط عليهم من 2.5 لـ3 متر مكعب، دول بيعتبرهم ايه؟ كومبوست،
كومبوست، ويا ريت يكون كومبوست بلاش دواجن، عشان الدواجن بتكون حاميه شويه، والكيس اساسا هيسخن لما تنزل عليه ميه، لانها مش ارض مفتوحه برضو الكيس هيكون، فممكن يعمل لنا مشكل. فخلينا في الكومبوست او سماد بلدي تم التحلل، وانا يا ريت كومبوست المصدر بتاعه يكون كويس، عشان مش اطلع من نقره اقع في دحديره زي ما بيقولوا المصريين، مش بهرب من نماتوده واعفان الجذور، اجيب كومبوست مش متحلل او سماد عضوي من تحت المواشي وابدا احطه، تبقى برضه كارثه الكوارث، برضه ما عملتش حاجه. تمام، المهم 10 متر مكعب، وبنحط الربع الربع عليهم، ربعهم بنحط نضيف عليه بنضيفه سماد كومبوست. تمام، بحيث ان انا برضو يكون عندي مادة عضوية مع الرملة. يا ريت الرملة يا جماعة تكون خالية من الاملاح، تكون خالية من الاملاح وتكون من محجر الارض، ما تكونش اتزرعت قبل كده، ما تروحش تجيب من ارض اتزرعت قبل كده. الارض يا ريت الرملة تكون طالعة من محجر لاول مرة تستخدم، ويا ريت الرملة الى حد ما تكون اللون بتاعها غامق شوية احمر، بلاش الرملة البيضة اللي ما فيهاش اي حاجة. اللون الاحمر بيبقى بيحتوي الارض بتاعته على اكاسيت، نسبة اكاسيد حديد عالية، وبالتالي بيبقى الـ 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 النبات نفسه فيها بيكون كويس، وبتحتفظ لي بالمية وبتحتفظ لي بالعناصر الغذائية، ممتازة بصراحة. المهم قلنا 10 متر مكعب رملة، وبنحط عليهم الكمبوست من 2.5 ل 3 متر مكعب، بنحط عليهم سلفات بوتاسيوم. نعم، ما فيش اي مشكلة خالص، 20 كيلو، بحيث ان انا لو قسمت ال 20 كيلو تقريبا يطلع 15 او 16 جرام على لكل كيس بتحطه. السوبر فوسفات بيبقى حوالي 50، بحيث تقريبا كل كيس يبقى فيه 40 جرام. السلفات المغنيسيوم طبعا في حدود 3 كيلو، سلفات النشادر بيكون في حدود 20 كيلو، وممكن نحط 1 كيلو عناصر صغرى من اي مركب عناصر صغرى كويس. الكوكتيل ده في حاله بنضربه مع العشرة متر رملة مع التلاتة متر كومبوست، ونخلطهم خلطة كويسة بحيث ان يبقى عندي تجانس عال، ما يعني اقعد بقى يعني بص اجيبهم يمكن 20 مرة، اجيبهم كده واجيبهم كده بالفاس، بحيث ان انا اظبط القصة ده هي بتاعتي كويس، اظبط الخلط بتاعي كويس، بحيث ان التربة بتاعتي تكون تامة التجانس. وياريت ياريت يعني تبقى راجل محترم لو جبت لك كيلو او كيلو ونص او كيلو كفاية بتاعكم بتاع ده هيومك اسد من الالماني المحترم ده، هو تحطه برضو على الخلطة دي هيديك مفعول كويس جدا، وتبدأ تعبي في الاكياس بتاعتك. ولما تعبي في الاكياس بتاعتك ياريت نعبي الكيس جامد، تمام، ونعبي الخلطة وهي مش مبلولة، تكون ناشفة. وناشفة ليه؟ عشان ما تكبس في الكيس تحت وتبقى فيه عبارة عن التربة تكون سيئة التهوية تعمل لي مشاكل. نعبيها رملة ونفردها في صفين، الصفين دول هيبقوا على ايه؟ هيبقوا على المصطبة اللي هي متر ونص، المتر ونص العرض بتاعها، هنحط الكيسين بتوعي عادي خالص، او كل 75 كل 75 75 سنتي نحط كيس. المهم يعني بحيث ان انا لو مشيت في البيت بتاعتي على الطول ما بين النقطات يكون 50 سنتي ما بين الكيس والتاني، 50 سنتي على قصاد النقط بالظبط، وابدأ احط الكيس بتاعي. الكيس يكون مليان للاخر يا جماعة. ليه مليان للاخر؟ لان مجرد ما هتنزل عليه المية هنبص نلاقي حصل للتربة هبوط، دي رقم واحد. لو حصل للتربة هبوط لابد انت تعوض لي التربة تاني، وتحط تكمل الكيس، تعدي كده بسطل ولا بمقطف ولا باي حاجة، وتاخد بعبوة صغيرة كده وتكمل الاكياس كلها. بتكمل الاكياس كلها ليه؟ علشان الانبات بتاعي لما ازرع الانبات بتاعي هيطلع، تمام؟ الكيس لو ناقص يا جماعه بتلاقي الحواف بتاعت الكيس ابتدت ايه؟ تغطي الكيس او تغطي السطح بتاع الكيس، لو غطيته هيبقى عامل لي تظليل، والتظليل ده هو هينشر لي الفطريات والحاجات ده هي، فممكن تعمل لي مشاكل للزرع بتاعي، تمام؟ كل المصطبه متر ونص عليها كيسين بالعرض ماشيين بقى بكل كيس تحت نقاط، الابعاد هتكون 50 سنتي ما بين
النقاط والآخر، 50 سنتي ما بين النقاط والآخر، هتلاقي معاك الدنيا ماشية تمام التمام، مفيش أي مشكلة خالص. هتبدأ تزرع مباشرة في الكيس بأنك تحط نص عقلة الصباع، نص عقلة الصباع بتاعك هتبدأ تحطها وتحط البذرة بتاعتك وتمسها مسة بسيطة خالص وتشغل المية بتاعتك. خد بالك قبل الزراعة لابد تخمر الأكياس بتاعتك كويس، يعني تتخمر تفتح عليهم المية لمدة 3 4 أيام كده، كل يوم نص ساعة المهم، بحيث انك انت تبص للكيس من تحت تلاقيه مبلل بالمية، المية وصلت لحد تحت، المية وصلت بحد تحت على 3 4 5 أيام كده او اسبوع، ما فيش مشكلة خالص، بحيث ان انا يكون حصل عندي تحلل للمادة العضوية اللي انا حطيتها مع الكيماويات والحاجات ده. هي لما بينزل عليها المية بتبدأ يحصل لها تحلل كيميائي وبينفرد منها غازات، الغازات ده هي ممكن تتعب لي، او لو انت زرعت شتلة ممكن تحرق الجذور، ولو انت زرعت بذرة ممكن تأثر لك على الانبات، او ممكن حتى يصاب الخيار اللي انت زرعته بسقوط البادرات نتيجة الغازات اللي هتطلع دهيا. فعشان كده بنقعد نقول اسبوع كده كل يوم تديها نص ساعة مية لحد ما تتأكد ان